عن استقالة. سؤال سي زكريا واضح عن الاستقالة وعن وضعية الاتحادية حاليا. احنا نتحدث حاليا، لو نرجع وان قلت ما بين قوسين فتحنا قوس على اساس انه المكتب الفيدرالي من يوم انتخابه، من يوم الانتخاب تاع الرئيس كان ملف لا شرعي، لا يحق له ان يترشح ولا يحق له ان ينتخب عليه. واضح هذا الامر. دخلنا في لا شرعي. الاشكال اللي راه مطروح اليوم، لماذا نفسر، لماذا نريد ان نسقي الشرعيه على اللا شرعيه؟ احنا نتحدث اليوم ونقول المكتب الفيدرالي ما هو الشرعي بالاستقاله او بدون الاستقاله، ونزيد اكثر من ذلك. هل يعقل من وزاره الشباب والرياضه تبقى للماده 181 من قانون 1305، هل يعقل لوزاره الشباب والرياضه انها تذكر الاشخاص اللي ذكرت اسمهم ثلاث اشهر من بعد وتذكرهم باللي لازم عليكم ان تستقيلوا اولا، وتزيد تذكر ثانيه قبل